مختلف عنه. أن نتقبل فكرة أن الآخر المختلف يعني أن نتقبل ألا يفكر هذا الآخر مثلنا، وألا يتوقع ما نتوقعه نحن، وبالتالي ألا يستطيع أن يمنحنا ما ننتظره منه، لأنه لا يعرف إطلاقاً ما نريده، لأننا لم نطلبه منه بصراحة. عندئذ ندرك أنه لا يسيء إلينا بسبب لا مبالاته أو عدم خبرته أو طبعه السيء، إنما لأنه يجهل مقدار أهمية هذا الأمر أو ذاك بالنسبة إلينا نحن معشر النساء. مرحبا. أهلين. أهلين. في شيء؟ لا حبيبتي سلامتك، ما في شيء. بس أنت برأيك هيك الوحدة بتسلم على زوجها بس يرجع من الشغل؟ ما فهمت. لما كنا صغار ماما علمتنا انه بس يجي بابا من الشغل نقوم لعنده ونترك كل شيء من ايدنا مشان نسلم عليه. برافو حبيبي. وشو جاب سيرة ابوك هلا؟ انت عم تحكي جد ولا عم تمزحي؟ ايوه، يظهر ناوي تكمل حفلة الصبح حبيبي. شو انت كأنه مزاجك مضروب وحابب تعمل اكشن؟ لا حبيبي يا عمري، انت انا الشغل لفوق راسي اليوم ومو حابب اعمل ولا مشكلة، لذلك أنا رح أقوم نفز وصية الماما الله يخلينا إياها لما كان يجي بابا على البيت. رضى عني ابن عمي، الله يوفقك، رضى عني. الله يرضى عليك يا فريال. ومين هي فريال؟ بابا الحامي. حبيبي افتح الباب. حبيبي لسه ما خلصتي؟ دقيقة يا عمري. لك شو دقيقة يا عمري، جماعة وصلوا على الباب صار لك ساعة. ايه شو بنق؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شباب. اهلين مرت عمي. ليش ارتعبت لما شفتني؟ لا ما ارتعبت، صدر البيت لك مرت عمي. اهلا وسهلا. مساء الخير. سعد مساكي. يا سهلي اجت امك. شو بكم؟ طالعين لمحل وانا عطلتكم شيء؟ لا ماما، لوين بدنا نطلع؟ دفنت انه فصلك يا عيني، يعني على وصول. حبيبي عماد قوم افتح الباب. لا حبيبتي دورة، لانه انا فتحت لها لما تعمل. قومي تفتحي الباب. حبيبي انا كثير مشتاقة له ماما. طيب قوم. شو بدينا؟ أنا وأنت وأنت وأنا كمي مو محرزة القصة. شو؟ وين هلا؟ ماشي ماما، أنا بجي لعندكم بوقت تاني. عبد الله تعال سلم على تيتي أوام. تيتي لا تروحي، أمانة علي. لك ماما أجنبية. حتكتبي
لي كل شيء ها، لا تنسي ولا شيء لازمك للحفلة، أنا هلا هون بعد شوي مو هون. بتمنى لك شيلين كيلو بقدونس مفروم حبيبي. تكرم عينك، لك يا حبيبتي ردي علي، خليني أجيب لك كل شيء جاهز أحسن لك من كل هاللبكة. لا حبيبي أنا حابة أعمل كل شيء بإيدي، ولا بدك رفقاتي يقولوا عني طلعت ست بيت مو شاطرة؟ لا يا حبيبتي شاطرة، تكرم عيونك. تفضل. نسيتي شيء بهالغراب؟ لا حبيبي، هلا إذا كنت نسيانة شيء بتصل فيك وبخبرك تجيبهم معك. كمان تكرم عيونك، يلا باي. عماد؟ شو حبيبي؟ حبيبي ما نسيت شيء؟ لا حبيبتي هي الطلبات كلها معي، بدك شيء كمان؟ لا بس يعني أنا اليوم ما حاطة البوكينات بشعراتي يعني. منيح مشان ما تروحين تعرفي. في لك. باي حبيبي. أمور قلبي بحطها حاطة وين مكان. سالي حبيبتي شو بكي؟ سالي في شي صار لك شي؟ حدا فيه شي؟ ليك القد تحترق وتلت التفاعة احترق. شلون؟ حطيته بالفرن وقمت لحتى رد على التليفون انا مشيت لقيته بفحمة سودا. طيب وشداك يا حبيبتي؟ والله العظيم رعبتيني هبط قلبي. ليك المشكلة مو بس هدول، ليك كمان الجنيمة والتبولة طلعت اخشن من السلطة. طيب حبيبتي خلص لا تكملي، هلا انا بجيب لك كل شي جاهز من المطعم. عنجد حبيبي؟ عنجد حبيبي. ايه الله يخلي لي اياك، لانه كم ساعة وبيكونوا هون، يا دوب اتحمم وانزل اعمل شعراتي عند الكوافير. المو تكرم عيني. يعني ريحة توم والبصل، لا يا ريت طالع معك شيء. عماد عماد حبيبي لا تنسى تجيب الكولا زيرو لانه البنات من جماعة الدايت. حبيبتي كل هالاكل اللي بتاكلوه وقفت على الكولا دايت. كرم عينك. عمول انا حارتنا دايا بنعرف بعض كتير منيح. يه يه شوفوا مين عم يحكي، على اساس حضرتك اللي بتعرفي تطبخي حبيبتي؟ او ليش لحتى اعرف اطبخ؟ انا حمل والمرأة الحمل امرأة عملية، يعني مو فاضية تضيع وقتها بالطبخ. بعدين الله يخلي لنا صاري فايز ملك مطاعم البلد، يعني بيوصلنا الاكل جاهز على البيت ومع سيرفيس كمان. والله اذا صهرك بيزو هو اللي بيجيب الاكل والسيرفيس تبعه معك حق. اي طبعا هذا فايز ابو طمشه صاحب سلسله مطاعم ابو طمشه الدولي. ليش عم ريحه مسخره بنا؟ من غيرتها تقبريني، من غيرتها. اي دخيلكم لو اني راكده على الحب والزواج كانوا هلا صاروا اولادي بيطولكم. ايه بلا واضح. بنات علي وليليا كانوا متاخروا. ايه جد دخيلكم ها؟ عم يسكروا الاوضه. هبة ايدك على الحلو ان شاء الله لك. يا ريت. الله يسلمك عليكي. يا سلام خلص نكيرة. بعدين حلو كثير بدي احكي لك. ما بتقدر تقول لي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركاته. شبكم تفاجأتوا؟ بعملكم ما شفتوا وحدة الله هداها وتحجبة؟ كثير لابق لك الحجاب على فكرة. لا 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 كثير كثير حلو. منورة حبيبتي. والله خجلتني. ببعث لكم هلا شو عاملين دبولة بموت عليها. روحي تعي تعي. لو هون دوي 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 لوجهي شو طيب. ايه وكأنه أنا ما حدا عبرني. لا 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 تعي 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 تعي. غادة وين شفتيها؟ تصوري انه غادة تطلع صاحبة بوتيك كاميليا. لا 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 مو معقول غادة بنت الآزنة تكون صاحبة بوتيك كاميليا. لا لا ما بصدق. لا صدقيني مثل ما عم قلك، عم قلك شفتها للمخلوقة وعزمتني لعندها على المكتب. لك حتى قعدنا شربنا عندها قهوة. كأنه الشوبينج من لبنان أظرف وأوسع. الله يرضى عليك ما بديك تروحي على هيك محلات. بس حياتي أنت بتعرف إنه أنا ما بروح لمحلات هيك هيك. بعدين لبسي كلات وماركات ولو. بس أنا لو مرفقتي هي اللي دلتني على هذا المحل اللي شفتك فيه بالصدفة ما كنت رحت عليه. أصلاً هو ما له ستايلي. على هيك محلات ما بديك تروحي.
كل ما بدك شيء بننزل على بيروت ونجيبه او وصيلك عليه مره. جميل، خصوصا اذا كان زوجك بتحبيه ومتفاهمين سوا. هلا انا سمعاني حكمه خطيره كثير بتقول انه الزواج هو مقبرتك، مزبوط هذا الحكي ولا لا؟ هي حكمه صحيحه مليون بالميه. اه بدي اقول هذا كله كلام اعداء، وخصوصا لما تزوجت انا وعماد حبيته اكثر واكثر واكثر كمان. طيب هلا لينا المسؤوليات الزوجيه كيفك معها، يعني سهله ولا صعبه عليك؟ اي مسؤوليه؟ بالعكس والله كنت اشتغل عن بيت اهلي اكثر ما عم اشتغل هون، خصوصا يقبر قلبي عماد، ما بخليني اشتغل شيء وما يساعدني فيه، وعلى دلال ودلال ودلال. ما شاء الله. لا تحكي قدام حدا بل ما يحسدوك. ما شاء الله. بنات بتعرفوا كل شيء حكي هلا عم بتقولوا شو اسمه؟ علاك. اي والله الكلام مزبوط، هذا الدلال يا روحي، بس اول يومين بعدين لسه الخير جايك لقدام. حبيبتي انت مشكلتك انك ما عم تقري مجلتي، لو قريتي المقدمه اللي كتبتها باخر عدد كنت اكتشفتي ان الرجل مخلوق اناني، وانه مؤسسه الزواج هي مؤسسه محكوم عليها بالفشل مسبقا. مزبوط حبيبتي سالي، مثل ما عم تقول لك عليا، لو قريتي المقدمه اللي انا قريتها اليوم الصبح كنت فكرتي تتطلقي، لانه انا هيك فكرت، حاطط لي ستان طول منها عندي بالمركز، وكل سيده بتجي لعندي بتفتح المجله بتبطل تتمكياج وتعمل شعراتها، بتفكر فورا تطلق جوزها. حبيبتي في مجال تاخذي الستان من عندي؟ كل هذا الكلام غير صحيح، لا تفكري بكلامهم، هدول أعداء للرجل مو كل الرجال مثل بعضهم. أوكي حبيبتي.